قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولا إلهي يا مهد سبحانه وتعالى إلهي كلن كان نوفو ذي كانوا درسي صدحات بس حلقة ذي صدحات أن كغاه ذينا قرآن كي آياته سوى حكم ذا ما أنتو حان ربا إن أن وحك إشارو آياته إلهي سبحانه وتعالى قار كم ذا آيات سوء ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يا آيات ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مركولا لي الإله سبحانه وتعالى آياتها وحي قصة أرورين سورة الحج أحكام تحجي وحيال حجك مركي قصة وحي قصة أي إله سبحانه وتعالى مركو كهضي أي آيات دبلغي ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. آيات وآيات أدوين إلهنا سبحانه وتعالى وكتل ما مهيو ننكي حرمية نسا ننكي ويني حرماتك إلهي سبحانه وتعالى ننكي ويني حرماتك إلهي سبحانه وتعالى تاسي إنا إلهي أكتس أخير بضانتهي. ذلك أرنكا إنو صوشيقنا وأساس ويي وأحكامتي حجك كم إذا هيت وحين التلمامي ساه مركو إلهي سبحانه وتعالى وكهضي آيدي حجك كم إذا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أرنكا أين صور شاقني ساسوية وأحكام تحجك كم إذا وأحكام تواوين وحجك كم إذا ومن يعظم روحي وينيه حرمات الله إلهي حرمات كيسة فهو كاسي تعظيمك أيا خير له خير بضان له إساق عند ربه إلهي أكتي سبحانه وتعالى. مركا ولا ليال آيات دان وآيات أدوين وحين لذا حي روحي إلهي سبحانه وتعالى معاصيدي سكدر هذا وإنه معاصيده سيكون علوينات إجلالا لله سبحانه وتعالى كاسي تاسا أخير بضان إلهي أكتي سبحانه وتعالى. كذلك روحي واجباتك إلهي أقوم وواجباتك إلهي سمية أوامرت إلهي كالصوبحة أو إساقو أرنتا إيكوه إنتهي نفتيسا تاسا يا أخير بضان. ماشي أن إلهي سبحانه وتعالى وحو استعمال اسم إشارة ذلك ذلك داسنا وحي كتسينيسا وكناية عن تعظيم مضمون ما قبله شيقة أرنكا كهري وينينت إلهي أكتيسا إيكولي ذا يكتسينيسا مركا حرماتك ماشي وحلول الجيدة أفعاش حجك وإلهي كتل ماما ثم ليقضوا تفثهم يوحي كدن بيي وحان السوق لهيا ماشي حجك لغو قبان هايو اي مشاعر مقدسة إن لويني يا سوق لي إلهينا سبحانه وتعالى وحو يوكو يابو هاي روحي أهرمها سلقه له أجر آد وين. مركا كلام كان وحال ولا خطابة يا مؤمنين ته مسلمين ته ولا خطابة هيا يقول إلهي سبحانه وتعالى وكبرى رجين هاي حرمات كا إلهي أكتيني كويهين روح مؤمن كان اللو باهيه إن أوينيو احترام كان معناه وحكو تسايا أشياء ذات جوا ذا حرم مخالفة إلهي اللو قصمي اللو ما حد قد بكرو أرمها سيلا صوت المامي وحو كليها الشيقا كأنه في حرم حرم كجرا حرم كاسي إلهي سبحانه وتعالى حدودي سا نحدي سلو ما حد قد بكرو إني حدودي سلا إلالية ويان أذو إلهي سبحانه وتعالى وينين هيو حرمات كان وحسوه إسقليا كل شيء إلهي ودردار مي سبحانه وتعالى بيوكو سابسان أمر كيس إن لوينيو مناسك الحج واسوقلي يو وحيالها كالعبادوين كالإلهي سبحانه وتعالى ونقوة جبيالي مركا حرمات كإلهي لن روحي وينيو إلهي سبحانه وتعالى يا خير سين هيا حرمات كان وحويا كل ما أوجب الله سبحانه وتعالى كل شيء إلهي واجب يلي سبحانه وتعالى وحرمي إلا قبوط فل قصميه أوامر تاسي اللوقما قبوط فل كيدان لقد ليراضو
شيغو إلهي حرمينا وسوهوز قليا إن لغت ليرادة أون لسمينين إلهي سبحانه وتعالى حرمات كيسا وحياله منعيي إن لغفوغا دا إواجب تهييو إلهي لوينين هاي سبحانه وتعالى وحاكمدا شركيغا كمدا فواحشتا كمدا حد قذبكا كمدا ظلمكا كمدا وحيالها صدن إناد كفوغاتو أدو إلهي وينين هاي سبحانه وتعالى ومشاعرت إلهي إيا حرماتك إلهي وينين هايو درت دينا أقفوغاتو حاصرن وحانا سوغليا أوامرت إلهي اللوينيو سبحانه وتعالى أوامرت إلهي اللوينيو وإقامة الصلوات إيا إيتاء الزكاة إيا الصونك إيا حجك إيا مسلمين تقول كرامي كلها من حرمات الله سبحانه وتعالى وواجب نقوها إنا وينينو إيا شعائرت إلهي سبحانه وتعالى مركا روح مكلفك وحواجب كوا إنه أقوم وحي إلهي وكواجب يالي سبحانه وتعالى وكصبح وحي إلهي سبحانه وتعالى أرنتاسي إنه يكو حنبارتالك خوف عبسي وكعبسان هايو إلهي سبحانه وتعالى عبسي داس يوينين تا إلهي يوينين هايو إن أي كو حنبارتو إنه كفوغادو الذنوب تي معاصي إنه كفوغادو ميسا وكعبسادو إنه واجباتك كتغو واجباتك إلهي وكواجب إنه كتغو أمور تاسو لأن نفتا أي كويا لنا يان محو هاي الدارين حوق بضان مركا أعماش إنه سمينينو وناقا إنه سمينينو وإنا خوفا من الله وإجلالا له وتعظيما لحرماته وتعظيما لشعائره إن أنصمينا للربا سدو إلهي سبحانه وتعالى خيرك وأبلا قاضي إيابوها سيونو بلا قاضي نوهي له روح مركي واجباتك إلهي وكوكب وطفلو وإن عبسي الزيادو هدي صلواتك إدافان هدو الزكادي كقابيو وإن عبسي أي روحا سي قلبي سأيقا شو تاسي أو كحن بارتو إنو أرنتاسي كقوم ميو وإلهي أطوبك إنو سبحانه وتعالى وكذلك فواحشتي إن منكراتك إنو كدعو إنو إسكا إلاليو إسكو إلهي سبحانه وتعالى حرمات كيسا وينين هايو إلهي حرمات كيسا إسكو وينين هايو إن هذا إس إلالي سو مركي آددك اللجوكتي يا مركا آددك كما قنتهي وإلهي وقلبك هذا كوين هذا إلهينا سبحانه وتعالى وحيري ما لكم لا ترجون لله وقارا وحاد إلهي وقعب سن لأذهن إذنكو إلهي وينين هيا سبحانه وتعالى وحاد أغاتا أو إلهي سبحانه وتعالى وكفيرن هيا في كل أحوالك في كل أحوالك ولن وكفيرن هيا إلهي حرمات كيس موينين هيسا سواء هل قلتشوغو ميسا هل لقام مقناضو إلهي سبحانه وتعالى وكفيرن هيا رسولنا صلى الله عليه وسلم مركي وشيغ هيا إحسانك وحوير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا أركين إلهي سأكو أركي سبحانه وتعالى مركا إن النقطة معها دتكو إلهي كتل مامي سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول قول إيا فعل إلهي رالك كأهين هذه أتصمين يسمرك دتك كامقين واحد وقات إلهي نقضال عنها سبحانه وتعالى مركا واحد وقات الذنوب تاسي لقو السمين هاي ومركا إله دتك أتكقر صونتها إلهي وكو أركا هاي آذن كحشون إلهي حرماتك إلهي آذن ويدينين عقوبة إذا ويكدر أنت هاي مدى كالي ويكدر أنت هاي لأن إلهي سبحانه وتعالى ما لنت قيامة دتك أوكالي أعماشي وناكسن أي سمين هاي نقن إلهي وبربرين هيا سبحانه وتعالى وبربرين هيا فالمؤمن مركا دو إلهي سبحانه وتعالى حرماتك أوينيو حرماتك أوينيو قلبك سكوين آذان وحا وسمين هيا أعماشي كالورن سفضو إلهي سبحانه وتعالى وقفضين هيا وسمين هيا وحونا أركا يا إيغو أفضو أعماشا صورن لأن إلهي ويني سبحانه وتعالى وحا روحا مركو دنبيغو كل عايا داركتو وقبض فلنا وسمين هيا عذر دارنا أولا هين إلهي با قلبي سكوير سبحانه وتعالى حرماتك إلهي با قلبي سكوير وحو دن كليهي ملها مر هدي او سمين هي الذنوب تا اي معاصي داسي الهي اسقو فيرسن هينا او سمين هيو وانا الهي كخشونين او غابنتا او واجباتك كو سمينا عذر دار او سن ولهين الهي با قلبيسا كو ير سبحانه وتعالى او سن حرماتك الهينا دنك لهين تانا الهي سبحانه وتعالى وكو المامي لان النفط عادت هلمانت مانتا ان الهي كوينيس سبحانه وتعالى حرماتك كوينيسو مالن الهي وباهنت سبحانه وتعالى يكو المامي رسولنا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وحاوضر دار بواقرانيسان يا غلام إني أعلمك كلمات وحان كبره يا كلموين احفظ الله يحفظك إلهي حفظي
waajibaadkiisa ka soo bax adigoo ilaahay weynaynhaya subxaana wa tacaala ee xurumaadka ilaahay ee maxaarimta ilaahay ka dheerow adoo ilaahay weynaynhaya subxaana wa tacaala yaxfadka ilaahay wuu ku xifdini fi الdunya wاlaakhira wafi الsigari wاlkibar wafi kuli axwaalika wafi kuli shu'uunika ilaahi wuu ku xifdinaya subxaana wa tacaala ixfad allaha yaxfadk tacaraf ila allahi fi الrakha yacrifka fi الshidda waqtigaad barwaaqada ku jirto ilaahay waajibaadkiisa ugu dhowow ee la imow ee maxaarimta ilaahay macaasida ilaahayna ka dheerow yacrifka fi الshidda markay dhib aad gasho iyo humuum ay kusoo waajahdo oo rafaad uu kusoo waajaho ilaahay ku garab istaagaya subxaana wa tacaala waad garanaysaan dadkuu rasuulka sal allahu calayh wasalam uu noo tilmaamay saddexda nin ilaahay subxaana wa tacaala dartiisa acmaal u sameeyey ilaahay wuxuu ka badbaadiyey godkii ay ku dhacaan ay galeen oo dhagaxii uu daboolay baa ilaahay ka badbaadiyey subxaana wa tacaala waxayna ilaahay ugu dhowaadeen subxaana wa tacaala camalkaa saalixa ay sameeyeen ilaahayna farajka faraj buu u furay sidaasay kaga baxeen meeshii ilaahayna subxaana wa tacaala uu ku nabadgeliyey marka tacdiimu xurumaati illaahi walaalyaal waqtigan ayn hadda joogno ayaan aada ugu baahannahay waqtigan ayn hadda joogno waad garanaysaan adduunkan dhan gacmihii baa lagu haystaa ruuxii rabo maanta inuu fiirsado waxaan macno lahayn wuu arkayaa ruuxii wanaag inuu fiirsadana wuu arkayaa marka ruuxa mu'minka waa inuu ishiisa ilaaliyo gacantiisa ilaaliyo qalbigiisana ilaaliyo uuna ka ilaaliyo dadkan adduunka ku soo duulay ee gaalada iyo yahuudii munaafiqiinta ee ku soo duulay ee rabaan dhallinyaradeena in ay fasahaadiyaan ay kaga faa'iidaystaan waxyaalahan ay nafta jeceshahay gacmaheenna ku jiro jeebasheenna ku jira ee laga fiirsanahay waxaan macno lahayn ee lagu qorahay waxaan macno lahayn ee dadka lagu tajasusahayo ee cawraadkooda lagu raadinhayo waxaasoo dhan waxa weeyaan intihaaku xurumaati illaahi subxaana wa tacaala xurumaadka ilaahay oo lagu xadgudbo marka haddii aad la keli noqoto ood meel la fadhiisato oo arrintaasi aad ku dhaqaaqdo nin ilaahay ka xishooday ma tihid nin sunnadii rasuulku camal fale ma tihid waxaa tahay nin ilaahay xuduuddiisa gudbay waman yatacadda xuduud allaahi faqad dalama nafsah ilaahayna subxaanahu wa tacaala saasuu yidhi naftaadaad dulminaysaa markaad waxaan macno lahayn aad qorayso markaad waxaan macno lahayn aad fiirinayso wuxuu ibliis ka xishooda aad fiirinayso oo wax qaab daranna aad qorayso aan macno lahayn oo ummaddii ilaahayna aad ku mashquulinayso ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku arkahayaa ee ha u malayn ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad ka maqan tahay wuu ku ogyahay waxaad samaynayso mar unbuu ku qaban laakiin waxaa la doonayaa in aan nafteenna qabanno dhallinyaradeena aan baraarujinno arrimahaas aan iska ilaalinno marka mawaaqicdaasi oo la arka ruuxa inuu diinta ilaahay ku jeesjeeso oo waxaan macno lahayn uu qoro waxaan macno lahayn uu fiirsado xurumaadda ilaahay uu ku xadgudbo asraartii muslimiinta uu ku fidiyo mise asraartooda uu ku raadiyo kullaha min intihaaki xurumaati illaahi ilaahay xurmooyinkiisa oo lagu xadgudbo waayo walaalyaal markaa xurumaadka ilaahay agtiisa way ka weyn yihiin ruuxii ilaahay agtiisa ka weyn unbaana weynaynayaa xurumaadkaasi dadkuna markaa waxay u qaybsamaan markii la fiiriyo waxyaalaha ilaahay uu xurumaadkiisa uu ka dhigay bayna amreyn bay yihiin bayna amreyn ayay yihiin laba shay laba amr dhexdooda imaa umuur oo muxarama qadcan ilaahay uu xarimay oo xaarintimideed ay caddahay taasi waa waajib in laga fogaado oo ruuxa muslimku iskaga dheeraado hadduu ku dhacana ciqaabta ilaahay baa ciqaabta ilaahay baa haleelaysa tan kalena waa umuur isku dheehan inta badan dadka ayna garanayn oo mushtabihaad ay dhahaan rasuulka sal allahu calayhi wasalamna uu ku cadday xadiidkii nucmaan ibnu bashiir radia allaahu canhu uu yidhi alxalaalu bayinun walxalaaru walxaraamu bayin wa baynahumaa umuuru mushtabihaatun laa yaclamuhunna kahiiru min annaas faman ittaqa ashubuhaati faqad istabra'a lidiinihi wa cirdih wama waqaca fi shubuhaati waqaca fi lxaraam karaaci yarca xawla alximaa yuushaku an yartaca fiih marka xalaashina way caddahay xaraamtina way caddahay waxyaala isdheehgalay baa dhexdooda ah ayna inta dadka badan intooda ayna garanaynin ashyaadaasi ruuxi ka fogaado diintiisa wuu u beri noqday diintiisii way u badbaaday iyo cirdigiisana wuu u badbaadaya ruuxi laakiin ku dhaco waxyaalaha isku dheehan waxaa halisaa inuu ku dhaco xaaraantii wuuna ku dhacayaa hadduu dhex taagnaado maanta adduunka mushtabihaadkii waa la dhex galay mubaaxaadkii intaan gudubnaa mushtabihaadkii la galay markaasaa dadkii ribo lagu dhex galay waxyaalo badan la xalaashaday mucaamalaad fara badan ayaa la xalaashaday ruuxii isagoon ogaanin xukmiga sharciga ah markii la maqlaba waxaan waxbaa laga faa'idi ee lacagaa soo geli gacantaadaa buuxsami markii la ogaadaba waa la gelayaa iyadoon la ogaanin shaygii waxay keentay markaa xaaraanta ilaahay lagu dhaco xaaraan la cuno oo jirkeennii xaaraan uu ku barbaaro markaa waxyaalahaasi waa in layska ilaaliyo ruuxii
ay la soo gudboonaato waxyaalahaasi oo kale oo arko caalamkan waxay ku tacaamulayaan oo fahmi waayo oo iska dheehgalo fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun ee culimmada weydiiya ayuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala haddaydan garanaynin. Marka waxaan ku boorinayaa dadka muslimiinta cawaamta ah ee waxyaalahaasi iska dhex dabaalanhayo ha iska ilaaliyaan, dadkana culimmadan ha weydiiyaan si ay u ogaadaan diinta maxay ka qabtaa. Marka xaalkeennu maantu waad arkaysaa meeshaan marayno, ayna aan xaggeen ka joognaa xurumaadka ilaahay inaan weynayno subxaanahu watacaala. Marka xurumaadka ilaahay walaaliyaal, meeshan wuxuu noogu sheegay ilaahay subxaanahu watacaala fawaa'idda in laga helayo ee ilaahay agtiisana ay noo khayr badan tahay. Kadaalika tacdiimu shacaa'irillaahi subxaanahu watacaala, nafsul aayana waxay ku timid axkaam alxaji markuu ilaahay ka hadlay subxaanahu watacaala shacaa'irta ilaahay oo la weyneeyo. Shacaa'irta ilaahay in la weyneeyo waxa weeyaan in la weyneeyo meeshii munaasabka ahaydna la dhigo, ee qalbiga la dhigo, ruuxana uu fuliyo shacaa'irtaasi uu qabto isagoo jecel ilaahayna subxaanahu watacaala ka cabsanhaya kana quudaraynhaya ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa ka quudaraynhayo. Marka waxa weeyaan macnaheeda daalika waman yucadim shacaa'ir allaahi fa innahaa min taqwa alquluub, ay fa inna tacdiimahaa min afcaali dhawi taqwa alquluubi, fa inna tacdiimaha weyninteeda shacaa'irta ilaahay oo la weyneeyo waa min afcaali dhawi taqwa alquluub, dadka quluubtooda taqwada geliya ilaahay subxaanahu watacaala afcaashooda waay. Meeshanna qalbiga ilaahay wuxuu u sheegay subxaanahu watacaala, qalbiga wuxuu u sheegay meeshan oo qalbigana uu ilaahay u fiirinhay subxaanahu watacaala tamyiizan lilmunaafiqi waalmu'min, mu'minka acmaashiisa qalbigay ka soo fulaysaa, jacayl ilaahay buu u qabanayaa, raqba ilaahay subxaanahu watacaala warah buu u qabanayaa, khawfan wa tamacan buu u qabanayaa. Ama almunaafiq fa acmaaluhu kullaha daahira, way muuqataa un weeyaane qalbigiisana gaalnimaa ka buuxdaa iyo wax ilaahay khilaafsanaa ka buuxdaa. Walidaa ilaahay subxaanahu watacaala meeshan uu u shaaray fa innahaa min taqwa alquluubi uu u yidhi tamyiizan bayna almu'min waalmunaafiq, munaafiqii mu'minkaa meeshan la kala soocaya, ninka mu'minka qalbiga ayaa u shaqaynhaya, ninka munaafiqana qalbigiisa wuu dhintay, qalbigiisa wuu dhintay. Markaa shacaa'irta ilaahay in la weyneeyo, sawaa'an kaana shacaa'ir zamaaniya, shacaa'ir zamaani ha noqoto min shacaa'ir makaani ha noqoto, in la weyneeyo shacaa'irtaasi ayuu ilaahay subxaanahu watacaala amray. Ruuxii weyneeyana wuxuu ku tusayaa qalbigiisa ilaahay inuu taqwa dhigay subxaanahu watacaala. Shacaa'irta ilaahay zamaaniga waxaa ka mid ah ramadaan oo kale waa shacaa'irullaahi zamaaniya, in la weyneeyo, la xurmeeyo, aan lagu xadgudbin, maalinkiina la soomo, habeenkiina cibaadooyin la qabto. Kadaalika ramadaanku ilaahay shahr alqur'aan ka dhigay, kadaalika awaa'il xaji tobanka hore ee dilxija ee xajka la qabanhayo ee acmaal waaweyn la samaynhayo, carafa la istaagahayo, dawaafa la ifaada la qabanhayo, waa shacaa'irullaahi zamaaniya. Wakadaalika shahrullaahi almuxaram, bisha muxaram hadda aynu ku jirro waa shacaa'irullaahi zamaaniya weeyaan, oo loo baahan in la weyneeyo, oo ashhurul xurum ah uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu tilmaamay soonkeeda inuu soon fadli badan uu yahay markii ramadaan laga soo reebo. Marka maalinta jumcada kadaalika waa maalin ilaahay agtiisa ka weyn, waa min shacaa'irillaahi zamaaniya, oo ilaahay uu amrana amray inaan salaada jumcada tukanno oo khudbada aan dhegaysanno. Maalinkaas ilaahay uu yeelay subxaanahu watacaala saacatu ijaaba uu yeelay ilaahay subxaanahu watacaala, oo la doonayay ruuxa muuminka inuu saacadaasi uu ku dadaalo uu rasuulkana tilmaamay sallallahu calayhi wasallam. Ninkii waafaqo saacadaasi oo ilaahay wax weydiisa, ilaahay uu u jawaabayaa subxaanahu watacaala. Subxaanahu watacaala, ama shacaa'irullaahi almakaaniya, buyuutullaahi ilaahay masaajidiisa kulla waa shacaa'irullaahi almakaaniya, in la xurumeeyo oo la weyneeyo oo la tacdiimiyo, la nadiifiyo, lagu tukado, lagu ictikaafo, acmaashii loogu talagalay loogu qabto. lianna rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxuu yidhi ina axabu albilaadi ila allaahi, meeluhu ilaahay ugu jecel yahay waa masaajiduha, masaajidkeeda weeyaan. annaga laakiin maanta masaajidihii waan bannaynay, way maran yihiin, laakiin aswaaqdi wuu buuxdaa, oo rasuulkana uu ku tilmaamay meelaha ilaahay subxaanahu watacaala uu carooday inay tahay. wa abghadu albilaadi ilallaahi aswaaquha, uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu ku tilmaamay ayaan maanta buuxinay, masaajidihiina waynu ka dheeranay. kadaalika kacbada iyo mashaacir almuqadasa, meelaha xajka lagu ooga, carafa iyo mina iyo musdalifa, waa shacaa'irullaahi almakaaniya, u baahan in la ixtiraamo, la weyneeyo, la weyneeyo. marka wa tacdiimullaahi subxaanahu watacaala iyo shacaa'irtiisa oo la weyneeyo waxaa lagaa doonayaa mu'min haddaad tahay, bal horta qalbigaa inaad ku noqoto. sidee kugu tahay umuurtan? kayfa adiga iyo xurumaadka ilaahay, shacaa'irta ilaahay seed ku tahay? marka gurigii ilaahay suu agtaada ka yahay,
صلاة سي أكتا هذا كتاي زكاة سي أكتا هذا كتاي أخلاق ذو ونك سي أكتا هذا كتاي ظلمي قادتك إلا الظلمي أكتا هذا سوء كيهي وحاصرنا إنا في رسالة الرباء ونفت هذا كويناتو وحي إلهي رضيه سي واجبات كيس وافقنا الله تمادو وحي إلهي كفقناتك غليراتو تاس إكوو حنبارتو تاس إكوو حنبارتو إن آد خير كسميسو شرطنا اسكا غليرايسو تاس إلهي سبحانه وتعالى وكوكو سين هيو جا وكوكو سين هيو إلهي سبحانه وتعالى وكوكو سين هاي أجر وين إيا خير بضن الدنيا آخربا مركا ولا ليال وحانا لقد دون إيا إنان إلهي حرمات كيس أن وينينو إنا إلهي شعائر تيس وينينو سيدي أن أنه قل لهين دد وناكسن أجدك إلهينا كتوصا أن أنينا نفتينا كتر بيينو إلهي وينين تيس سبحانه وتعالى أن كتر بيينا أولاد دينا إلهي وينيان سبحانه وتعالى أن كتر بيينا ددك ولا لهين أن مسلمين تنا ويارنو سم مجتمع أنه قد مجتمع هفن أو خير كفكرة خير صدر دارمو حرماتك إلهي إلاليو معاصي إسك إلاليو أدون كان وحن هرمر كان لجارسي إلهي رالي وجه وقف إذا سألون نقنه وإنا إلهي حرمات كيس وينيني شعائر تيس وينينه مركا والله ليال وحاي صدر دار مينا أرين تاسين إنه كده دالو أو خير كاسنا إلهي سبحانه وتعالى ويدسن إنه نوافجيو إنه نوافجيو وحنا كجاه للدونا إن شاء الله حلقة صوص عطنا سدى عن شعائر إلهي كوينينه هي أجر كلاجه لهيو روحي وينيو شعائر تا إيه حرماتك إلهي إيو iy ruuxi ku dhaca xurmaadka ilaahay oo ku xad gudbo wixii ciqaab ah oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaqiis kaga iimaanahay wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qur'an fajr ya akhi mashhud wal khayr fi safahatihi maqud fahris ala al qur'an la tabkhal bihi فالخير دوما للورى مع